ندعو المتسابقة طيبة جليل محسن الزبيدي من جمهورية العراق، وتقرأ برواية حفص عن عاصم. السؤال الأول بعد الاستعاذة والبسملة، تفضلي بقراءة من قوله عز وجل: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا صبرا. قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلم. قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. واتبعوا ما تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه
وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل يوم لا بيع فيه من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. حسبك. السؤال الثالث. السؤال الثاني. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. قال بل سولت وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يفعلون والله عليم بما يصنعون. وجاءت سيارة
فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين حسبك السؤال الثالث فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار فما كان
وكذلك نجزي المؤمنين. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. إن في ذلك لآيات لقوم مؤمنين. قوم يؤمنون. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فنجيناه وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ولكن ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. قال إنما اتخذتم وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ويوم القيامة يكفر. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. قال ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ومثواكم النار وما لكم من ناصرين. ومأواكم وليس مثواكم. أحسنت وبارك الله فيك.